يا اختي اللي والد البنات عنده كل شيء في الحياه يا اختي. يا اختي على البناتي بسمي صبوره صبرينا من خويش من نيات الزينات يحفظهم لي ربي يحفظ لكم وليداتكم يا البنات. عرفتوا هاد قولوا هاد السيمانه خاصه ملي بديت الرحيل قولوا هاد ربع ايام هادي غير بنياتي صراحه اهملتهم والله. حتى من حكيمة مسكينه ما بدلتش ليها هادي ما بدلتش ليها اش نقول لكم البنات. بغيت ما كرهتش كنحس براسي حتى انا اهملت راسي وهم عارفين مع الرحيل ما كرهتش امتى نتحول ونقاد ورجع حياتي طبيعيه. ولكن البنات مع الفرحه ديال الدار نساتني في تماره ونساتني في العذاب ونساتني في الرحيل. اش نقول لكم تي شنو باغا نتيا كتبت في الشتك ديال الخبز كامل يا اختي دينا خبيز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا البنات كديري لبس عليكم كديرين مع الصحه. كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال تكونوا بخير وبصحيحتكم يا ربي. ان شاء الله فيديو جديد معكم فيديو نهايه اليوم نشارك معكم هذا النهار وهذا الروتين وهذا ما نقولش لكم هذا الرويله نشاركها معكم. المهم ابو سلاس جمع كامل داكشي ديال الورق ديالك ما كامل هذا راه ما نشوفوش عرفتي البنات زكريا الوراق حط الوراق هنا الوراق هنا فيما الدورك سيبوا الوراق ديالو هنا يجيب ويحط. ولكن من غنمشي للدار ان شاء الله ليه المي وطقوا ما تبقى الدور الوراق دايره لهم بلاصتهم دايره لهم بلاصتهم ولكن هو لا الوراق ندير بيرو يحطهم ليا هنا يحطهم ليا بنت في يد اليامات عافيت وجهي بنت فيه. المهم الغزالات الروينه اختكم باقه مشقلبه ان شاء الله على ما اظن اليوم اخر نهار هنايا ان شاء الله. المهم الغزالات جتانيشن قوا شي لحمه تيدورو في الريغو شي القيمه جتانيشن البنات ما تقديتش هاد الايامات قلت نقدي بداك الشيء اللي عندي باش ملي نمشي للدار ليه عاد نجيب تقاديه ياك البنات. واه ما شوف بنادم يا اختي بنادم بلاتي تفاجا بشويه. المهم غنمشي غندي هذاك الشيء اللي فيها غندي نشعل هذيك الثلاجه اللي هي البنات حيت هذه خاصه ضروري واحد 12 ساعه تبقى ما تشعلش لان البنات حيت من العيد ديالي راه غيبقى داك شنو هذه السماعه ها عفسوا البنات طلعوا على داري الحرب العالميه واحد الصالون ما نقولش كنت هزو وعمرته وعاد المراح وداكشي كلشي عامر كنعمر وصافي عرفتوا والله تلفت عرفتوا عافيه الرحيل الا بغيتو شي واحد العاده قولوا لي صلاه تقول الرحيل العاده بتحل والله انا بعدا عيد بعدا ظهري ظهري الله يدير ظهري ظهري البنات. انا لي شي فورشي او شي معلقه حاجه طويله جمعته والله الا جمعت مغرب كيف يدير الكمامه
طيحة هاك مستقفل ليك تلاحة ليك تلاحة بديو لله ممكن يتران زيرو خمس زبل توحي؟ لا تلوح 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 عيالي يا زكري إذا عفسك تمين بكل كي دور على راس ما كيبغومش ما كتبغيهم صابرين يعني باش نبقى نجمع الزبل فكينا برا باش نبقى نكثر زكريا زكريا ما كيبغي يلوح حتى حاجة انا اللوح هو يجبد انا اللوح هو يجبد انا اللوح هو يجبد انا حاجه دابا ها نحط الورق ديال كاملين زكريا عيناهم وخلي اريا هنا خلي لي هاد الورق هنا كنجمعهم ونبدا نديرو في الميكا ونفيهم الغزالات شو الطريقه اللي كنت شاركت معاكم كتسهل الماموريه كتبقى الثلاجه نقيه هانتوما يعني غير مسيحه خفيفه شحال من حاجه ما مسحتهاش كيف ما كتمشي لي ثاني ونعاود نعقمها مزيان ونعاود نمسحها مزيان مزيان البنات عنده دابا ان شاء الله عاد الكارطونه ديالها غندير عليها الكارطونه البنات وجيت ما عرفتش دابا واش هذوك الجوج ما كيبغوش يحيدوا ليا كيعرف لي غير زكريا غنحيدهم نجمعهم عمري يعاودوا يتهرسوا ليا ولا شي حاجه البنات صافي ها نتوما وفاز زوينه هاد الصراحه التليجه ديال البرد اللي فيها البرد ما فيها لا ثلج لا والو حيدنا الحيمات اللي كان اللي بقاو ودقوا السمسيحه خفيفه حيت ديجا كنت شاركت معكم كنت غسلته غير مسحته يا ربي غير مسحته كيبقى كتبقى نقيه يعني حيت ما كدير لا ثلج لا والو صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا اش نقول لكم خصكم عاد تقلب على الساهله جبت شويه الحمر راس قلت شنو غندير ليهم الغدا ندير شويه الحمر راس البنات وشويه الحمص هنا وجبه شويه الربيع حتى هو قلت غندير البنات انا بغي غير شويه الربيع المهم على الطريقه ديال الخبيزه بالزربه البنات انا عاد نقلب على الحاجه الساهله نبقى نقرط في الخضره ولا نقلب على الحاجه الساهله اللي المهم تشبع الكريشه بقيت نسول ان شاء الله البنات منين المهم هاد الدار ان شاء الله نقادو سيستيما ونتهلا فراسي بالماكله الصحيه ونتهلا فراسي نتهلا فراسي نتهلا في وليداتي في بنياتي وفي زكريا وصافي ما بقيت حتى حاجه نسول فيها صافي انا درت شويه كيف ما كتشوفوا شويه الثوم البنات الناس هانتوما هو بس لي زويتي الناس هنايا البنات كيف ما كتشوفوا كانت هي الغديوه ها هي صراحه جا زويل حمر راس مع طيبته بكري راني ملي بديت كنشقى طيبته صافي كانت هي غديوتنا البنات كيف ما كتشوفوا غديوه الزربه صراحه غديوه الزربه وصافي
ونخليكم البنات كمل معكم. تقريبا جمعت قولوا جمعت باقي لي غير حوايجي انا اللي باقي ما نزلتهمش غير حوايجي حوايج زكريا جمعتهم حوايج بناتي جمعتهم كلشي حوايج بناتي جا زكريا دا شي حاجه عرفتو عيت والله تا عيت البنات ملي عيت عرفتو مازال عرفتو شحال كنهز وكنلوح كنهز وكنلوح ما عندي ما ندير بها هادو دابا كندير الحوايج المواعي غير حوايج المواعي اللي غادي والمعيو ديال البنات غندي لان ما عنديش ليه خاصني باش نقضي البنات ان شاء الله ما بعد وندخل واحد شي معيو بنا مسيات بحكم البنيات فراني اللي ما سخاش بيا البنات فراني هذا هو سر حداتي الصراحه هذا ما نستغناش عليه هذا البنات الصغيرين ديال الوالده ديال الوالده مني كانت الوالده هنايا مده دابا شي 15 سنه عنده الفرايرين 15 سنه 15 ولا 16 سنه مني كنا الله جينا من المغرب من جينا من المغرب وجات الوالده كنت انا هذيك الساعه باقه باقه صغيره اش نقول لكم البنات زوينه الفرايرين عرفتوا الخبز كيجيبوا شو خبز ديالي البنات كلشي الناس كيعجبو الخبز ديالي زار الخبز ديالي كيجي زوين وفاش زوينه البنات بالزربه كيطيب هنا كان لكن تي بزروبه بالزربه طيب لك الخبز ماشي فراني فقسك وفاش زوين ثاني البنات كيطيب من الجناب حيت كاينين شي فرارن كنعرف شي اخوات اللي الفران ما كيطيبش فيهم الخبز من الجناب هذا البنات كيطيب من الجناب صراحه واخا كيشرب غنمشي نديرو البنات ان شاء الله في داك البيت البراني نعود تما نعجن وكلشي نخلي الديك تما يعني تبقى الروينه بعيده من الدار هذاك البيت صراحه غينفعني والله الا غينفعني وعرفتو ملي كنمسحو بصقرة الساطور البنات وكندحكو بشويه بالزيت باش كيرجع جديد واخا مبقاتش عند الليل هنايا هو فرايريني اللي كيسكروني البنات في قطعي الخبز هذا البنات اللي ما تستغناش عليه واخا قدير ماشي مشكل هذا فين عرفت شحال هذا حبته من دار عرفت شحال كنت كنتحول عرفت شحال من دار البنات ما صافي عاد كان لو نمسح بهذا هذا جمعتهم نمسح اللوح نمسح اللوح صافي البنات الغزالات رجعت معكم من بعد ما كملت الروينه غير جمعت كلشي جبت كلشي صافي جبت كلشي بقاو لي واحد جوج شبكات بغيت نديهم لخويهم في الدار عاد نجي نجمع حوايجي ما بغيتش نكرفس حوايجي البنات الفاليزات كله معمرو كلشي عمر بالحوايج البنات عرفتو راه بزاف د الحوايج المهم هو زكريا جا دابا غيبدا يهز ليا في المهم غنبداو نهزو ان شاء الله باذن الله المهم راه نمشيو لا كولان باتو تما كاين في الدار ان شاء الله جيتي المهم الغزالات بالنسبه للبنات اللي بزاف كنشوفهم كيقولوا الجنوب لا او كيفاش زهر شريتي هاد الدار كيفاش جمعتي الجنوب ما فيش خدمه شكون قالها لكم فراسكم البنات حنا انا وراجلي جاونا فرص ديال الشمال طلعوا للشمال وشحال من فرصه وما كنبغيش نطلع للشمال الجنوب ما نوحلش الجنوب تبارك الله بالعكس تحركات فيه الخدمه كان قديم كانت الجرناطه يعني مهوده في التمال اما دابا تبارك الله البنات يعني الخدمه كاينه هنا ما لاقينش الناس يخدموا والله البنات ما لاقين الناس يعني اللي يخدموا اي راجل كيخدم في الفلاحه كيتكرفص العذاب لك حل ولكن الحمد لله يعني هنا عادوا كيخلصوا مزيان وما تنساوش من بالكم ان الجنوب البنات الناس كتخدم نيرو اكثريه كيخدموا نيرو كيخدموا وزكريا راه كيخدم ولا جا لطاحوا شي بريكولات بحقا ولا شي خدمات بحقا ولا اي فاش ما كان كيخدم راجلي فاش ما كان ما خلاو سبع صنايع ولكن رزق ما ضيعش الحمد لله هادشي اللي كاين بزاف البنات اللي غالطين بلاكس البنات انا قلت لكم جاوني فرص للشمال الشمال لا ما كانش المراه خد... المهم كيقولوا بان الكرا غالي هنا الكرا البنات كاع على غلا الدار 350 يورو لا غلا الدار 350 يورو في الشمال البنات راه كاين الغلا المهم البنات هنا غنحبس معكم الفيديو نقول لكم تهلاو في ريوسكم وخليوني نوض الراجل خلينا نقول ليه هز ليا در الحير ما درتش لي حاله راه ما غيهز ليا والو اليوم عرفتوا كلشي داير بيا وهنا نقول لكم
قبل عليكم، تهلاو في رزقكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.